نظامي. جائزة أفضل ممثل كوميدي تذهب إلى أحمد حلمي. معايا صورة برا، قال لي عشان لو خدت الجايزة بقى انزلها انا وهو. قلت له طب اتصور انا بقى، قال لي لا هبقى ابعتها لك لو خدتها. خدتها. اعتقد منى مش حبات في البيت النهاردة. يعني انا قلت ابهت عليكي بس مش لدرجة اكل عيشي. انا اللي بجيب العيش، اشتغل انت ما عنديش مشكلة. لا خالص طبعا، كنت عامل حسابي ان انا مش هاخد الجايزة، بس يعني ممكن اقول كلمة ولا حاجة. فالحقيقة قبل ما اجي دخلت على النت ورحت كاتب اوسكارز، فطلع لي احمد فهمي في الجايزة فخدتها منه. هو فين؟ ما جاش النهاردة؟ ما يجي يبوظ المهرجان ده كمان. رحت اعمل له لايك وقافل اللابتوب وبعت اللابتوب. حقيقي بشكركم جدا 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 جدا. اوعدكم ان شاء الله باذن الله اني اخد بالي كويس جدا، وان الفيلم الجاي يا رب بدعواتكم يعجبكم.